يقول لقد أدى والدي فريضة الحج وقد نوى أن يحج مرة أخرى في نفس العام الذي عزم فيه الحج مرة ثانية، ثم أراد الله سبحانه وتعالى فتوفي، هل يجب علينا أن نحج عنه؟ وإذا لم نفعل هل علينا إثم؟ وقد تصدقنا بجزء من ماله في صدقة جارية، جزاكم الله خيرا. إذا كان لم يحج حجة الإسلام وله مال مات عنه فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه النيابة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى ودين لله في ذمته فيخرج من تركته. أما إذا كان قد حج حجة الإسلام وإنما عزم على حج نافلة ولم يتمكن فإنه ليس عليه شيء ولا يجب في ماله شيء. وإذا تبرعتم من عندكم بوقف له أو صدقة عنه أو حج عنه فهذا من عمل البر الذي ينفع الميت ولكم فيه أجر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول إن والده قد حج وفيما يبدو أنه حج حجة الإسلام، ثم يذكر أنهم قد وضعوا له جزءا من ماله صدقة جارية، هل من تعليق أيضا شفاء؟ نعم لا بأس بذلك الحمد لله. إذا كان حجة الإسلام نعم فإنه أدى ما عليه الحمد لله، فيكون الحج عنه بعد ذلك من باب التبرع والإحسان يكون نافلة. وكذلك إذا اتفقوا على أن يوقفوا شيئا من ماله له صدقة جارية فهذا مالهم وحقهم، إذا سمحوا بشيء منه ينفع الميت جزاهم الله خيرا ونرجو أنه ينفع الميت. فإذا اتفقوا على ذلك أو عمله بعضهم من ماله الخاص أو نصيبه الخاص فهذا شيء طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.